السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا اعرف سؤالك، بس اتمنى اليوم تصير زلمه وما اسد التليفون. تفضل. طيب تفضل. اتمنى امنيه واحلفك بالله انهم اسد التليفون. طب تفضل 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 تفضل. يلا اسال. السؤال موضوعه: اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والائمه يعلمون الغيب المطلق، فلما الوحي؟ يعني لماذا الوحي؟ خوش، انا البارحه جاوبتك وانت سديته. خوش، قلت لي انه قبل شوي هم يعني حكيت ويا ولد انت، قلت له انه الايه القرانيه هذا اللي من جماعه الصرخي اللي قال لك انه الله سبحانه وتعالى قال النبي لا لو كان يعلم الغيب. هاي الايه نسيتها، يعني لما ازددت الا خيرا من نفسي. ف ايش قال؟ قال لا أملك، النبي ما أنا يعلم أقولها لك، الغيب، صح لو انا غلطان؟ انا اقولها لك. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بس لا سد التليفون ولا تنص صوتي. لا حول ولا قوه. حاضر، من عنايه الاثنين تفضل، من عنايه الاثنين تفضل. ألف رحمة على والديك. هسه أنت هاي الآية جاي تقول بيها، جاي تقول بيها هاي الآية جاي تضحك يعني تمحي أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بمشيئة الله يعلم الغيب وأهل البيت يعلمون الغيب، صح لو أنا غلطان؟ لا غلطان. شلون بالله غلطان؟ الآية تقول ولو كنت أعلم الغيب. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للأمة ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يعني لو أنا بعرف الغيب كنت أخذت كل خير وكنت دفعت كل شر. خوش خوش خوش. هسه احنا في معتقدنا شو نقول؟ نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام على آله يعلم الغيب، وجدت هاي الآية منافية لهذا الشيء، صح لو أنا غلطان؟ الآية ديت وكثير من الآيات. هسه انت مقتنع انت بالقرآن انه ينافي هاي الرواية؟ ايوه طبعا. خوش، زين رسول الله عليه الصلاه والسلام على اله، الله سبحانه وتعالى قال له انك لعلى خلق عظيم؟ لو ما قال له. جميل، النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، تفضل. الف رحمه على والديك، اذا كان على خلق عظيم شلون يطلع زره ويقعد قدام ابو بكر وعمر؟ شلون يدعي على هاي اليتيمه؟ ويقول لهم سلمة اللي شو اسمها رضوان الله عليها زوجته، هم نسيتها والله، مرتبك لنا انا شويه دم فار. ماشي اجاوبك. ام سلمة يمكن اجاوبك. لا لا دقف، خلي دقف وقف. مش انا من... انت مش عايزني اجاوبك يا عزيزه. انت مش عايزني اجاوبك؟ يعني انت بتسال السؤال وانت ما بتخلينيش اجاوبك. ايش اسكت اسكت اسكت، خليني اكمل لك السؤال، خليني اكمل لك السؤال ولا كلمه. لا ما تقول لي اسكت. بص انت جاوب. بص يا استاذ يا استاذ، لا لا مو انا يوم، شوف شوف انا ثلاث ايام كمل. طب كمل، ما اعرفش انا، ما هو سال لي. كمل كمل كمل. اقل لا مو انت نصيت صوتي هسه يمكن. لا ما نصيت صوتك والله. كمل. ثلاث ايام اتصل بيك او احكي وياك باسلوب واحترام لفارق السن بيني وبينك. يوم تقول لي حمير، يوم تقول لي شيلك المنديل مال الزباله، فجاي احكي وياك باسلوبك الاخلاقي. يا عمي كمل. ايه ايه لا لا منظوميات انت شنو بالنسبه لي؟ على مود منظوميات انا اعترف بيك. المهم، فانت اذا كان رسول الله عليه الصلاه والسلام لا على خلق عظيم، شلون يطلع زره قدام اصحابه ومن يجي عثمان يا الله يستحي من يمه؟ لو شلون تنزل ايه الحجاب على مود عمر يقول له يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر؟ ها لو ابو بكر يطب يلقى جاريات يغنن يم راس النبي. خلاص وين خلصت خلصت خلصت. يلا بالله. اي يلا خلاص. ايوه يلا بابا خلص. ممكن بس تجاوبني شنو؟ تسكت شوي. وقف وقف وقف. واحده واحده بس. مش هيسكت خلاص، مش هيسكت. مش هيسكت. لا 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 خلي اعطيك شرط الجواب. وقف وقف خلاص. امشي يلا امشي يلا امشي وبعدين ابقى اسمع. مش هيسكت. اولا ليس شرطا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم الا يقع منه بعض الافعال. الله عز وجل يقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك الى اخر الايات. هذه الايه بنص كتبك نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك انه ليس على خلق عظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما لامه الله وعاتبه الله وقال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، وقال علماءك أن هذه الآية ما هي إلا عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على خلق عظيم؟
وهناك فرق بين التشريعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل أي تشريع أو لا يقول أي تشريع إلا أن ينزل عليه الوحي. أما قولك لأن عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليك البار والفاجر، هذه كلمة مجازية، ولا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم الفاجر، ولكن أنتم لا تعلمون اللغة العربية. عندما تقول لأختك يا أختاه لا تنزلي بغير حجاب، فيراك البار والفاجر، فيراك البار والفاجر، وممكن هي تكون نازلة تجيب حاجة من السوبر ماركت ده، فهل يتحتم وجود فجرة في السوبر ماركت اللي تحت بيتك؟ ولكن هي كلمة مجازية كانت تقال عند العرب دائما. أما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، أين خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو كشف عن زره؟ بيقول إيه كشف عن زره؟ تقريبا والله أعلم تقريبا هو سمع من حمير فجي يقولها، ما فيش مشكلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما النبي صلى الله عليه وسلم أراد رفع الحجر، فهو بيرفع الحجر تكشف، فتكشف فوقع، تكشف يعني أمر ملوش دعوة بالخلق العظيم خالص، ملوش دعوة بالخلق العظيم خالص. أما النقطة الثانية، أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذيه على عثمان بن عفان، فين الخلق العظيم؟ طب هو عندكم كشف الفخذ أساسا عورة؟ يعني عندكم كشف الفخذ عورة؟ عندكم كشف الفخذ ليس بعورة، ده أنتوا عندكم إن أنت طلاء فتحة الشجر وطلاء العضو فقط، يعني أنتوا عندكم حاجتين بس هما العورة، الفتحة الشرج نفسها وطلاء، يعني ممكن تطليها يعني تبيضها يعني تحط عليها بوية، معرفش أنتوا عندكم اسمها إيه، بوية؟ آه بوية، يعني تغطي فتحة الشرج بالبوية وتغطي أصلا الأعضاء التناسلية بالبوية وخلاص على كده. إنما الإليتين ليسوا بعورة عندك، الإليتين ليسوا بعورة عندك، والله المستعان. راح فين ده الراجل ده؟ ويجي يقول لك ما تقطعش عليا. وعلى فكرة هو أساسا بعد عن الموضوع، يعني هو بعد عن الموضوع خالص، يعني ساب أساسا مسألة علم الغيب خالص، وقام راح بقى للعورة وخلق عظيم، أي حاجة في أي حاجة، أي محش في أي محش. بص يا إخوانا، باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع. محمد بن عن محمد الآخري أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر، سبحان الله، يقول لك إحنا اللي بنطعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليه وادعوني فأطلي سائر بدنه. فقلت له يوما من الأيام إن الذي تكره أن أراه قد رأيته. ربنا يديش يا الله العظيم.